ديت بعد تعرض على طول الكابتن حسن لطعن بسلاح. شوف دلوقتي قال ايه بعد ما اتعافى الحمد لله، موجود في المستشفى الحين. تابع الفيديو لحد الاخر مش عارف نقول لك وتشير في قناه فرز الرجاله عشان يجي لك كل جديد. دائما هو كان يرمي كلام يتحرش كده وانا ما ارد عليه الصراحه. فيقولون الحجران يقطع المصران، بس يظهر ان الحجران وصل عند الدرجه انه انفجر. فسبقني بعد صلاه المغرب، خرج من المسجد قدامي وراح لسيارته، فتح الباب وسكر. الظاهر انه اخذ السكين هذاك الوقت. فجاء مره ثانيه عندي، حاول يتحرش فيني ما ردت عليه. لما دفني انا كنت معطيه ظهري والله، وهذا ستر الله سبحانه وتعالى، يعني كان ممكن يطعني في ظهري. فلما التفت عليه بدا يطعني، انا تلقيتها كلها في يدي هنا والحمد لله. طبعا صار بيني وبينه زي اللي يصير بين الرجال، ولما تمكنت منه تركني وهرب وانا في المستشفى زي ما شايف.